أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في سؤاله الطويل: لي من الأبناء ثلاثة، فقمت بعمل عقيقة للمولود الأول، أما الثاني والثالث لم أعمل لهم عقيقة لظروف مادية. السؤال: هل يجوز لي أن أجمع النية في الحج بالنسبة للأضحية بأن تكون أضحية في نفس الوقت وفي نفس الوقت عقيقة؟ لا، فات وقتها العقيقة، فات وقتها. إذا كانوا كبروا وبلغوا فات وقت العقيقة، سنة فات وقتها، وأنت يوم تتركها ما تستطيع، معذور، فلا شيء في ذلك. نعم.